نروح كمان لبشرى ساره لذوي الاعاقه البصريه. كلنا عارفين طبعا ايلون ماسك الملياردير الامريكي الشهير صاحب كتير من الشركات الناجحه عالميا، دايما بيكون في لغط بخصوص اخباره وبخصوص شركاته، لان عنده شركه حصلت على ترخيص لغرزه دماغيه اللي احنا يعني شايفينها كده هتكون متركبه تعيد البصر للمكفوفين، والشركه فعلا حصلت على تقنيه طبيه هو اسسها قبل عده سنوات على ترخيص لغرزه دماغيه جديده بتركز المره دي على اعاده حاسه البصر للمكفوفين ومنحهم وسيله لرؤيه العالم حوله. حتى كمان للمكفوفين من الولاده قبل، يعني اذا ما كانوش يعني بناء على مرض بعد ولادتهم او حادث او غيره، ممكن كمان ان القشره الدماغيه البصريه انها بتكون سليمه. يعني انا مش عارف الحقيقه هيبقى الشكل ازاي، ولكن ايلون ماسك ما سابش حاجه ما عملهاش. يعني هو اكيد طبعا اتعمل تجارب، لكن في النهايه في ناس هيبقى صعب تنفيذ هذه التقنية عليهم، لكن ده حصل بعد نجاحات الشركة في مجال الشرائح الدماغية وزراعتها للشريحة التانية في دماغ بشري مؤخرا. وستسمح الغرز الدماغية بمنح البصر للمكفوفين بما يشمل الذين خسروا كل من عينيهم وحتى العصب البصري، بس في الوقت الحالي لا توجد الكثير من التفاصيل حول الغرز الدماغية الجديدة وآلية عملها بالتحديد. فيعني لحد ما يظهر ده احنا متابعين الاخبار من ايلون ماسك، في انتظار ايلون ماسك.